لكم كي دايرين لاباس عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم جوج ديال دانون او ياغورت رايبي ان شاء الله نحضروه دابا ومن بعد نحضروا داناب داك الدانو اللي كيكون سائل. عندنا في المقادير هنايا عندي نص سيترو درت 250 غرام لبن و250 غرام او 250 مليلتر ديال الحليب يعني عندي نص سيترو بيناتهم 3 معالق كبار حليب الغبرة واحد دانون ناتور طبيعي او كديروا الفاني وعندي هنا كاس ديال اتاي ما عامرش ديال السيرو ديال الرمان. بسم الله الحاجه الاولى اللي كنديروها ندير هذا الحليب مع اللبن كندير هذا حليب الغبرة كنضيف هذا الياورت غادي نحرك هاد نخلط هاد المقادير هي الاولى نخلطهم مزيان مزيان من بعد غادي نضيف لهم هاد السيرو ديال الرمان. ترو داناب نكا ديال الفاني تقدروا تنكوه باي نكهه بغيتو. عندي ترو ديال الماء عندي ترو ديال الحليب انا درته في الكوكوط غادي نديروه يغلي على النار غير طلع معاه الغليه نطفيو عليه. كما قلت لكم عندي ترو تاع الماء عندي واحد دانون او ياغورت نكهه ديال الفاني انا غادي نديرو بالفاني عندي 4 معالق كبار ديال حليب غبره وعندي العلبه ديال دانون بها درت السكر هي كاس تاع السكر ولكن انا ما كنديرش كاس كامل كندير غير كاس قل ربع صافي. غادي ندير الحليب هو الاول الحليب ديالنا نديروه كامل الدسم عندي هنايا يطرو غادي نديرو يغلي ونرجع معاكم يغلي صافي. نجيب واحد الاناء كنديرو فيه هاد الياور ديالنا او دانون كنديرو هاد السكر حتى هو ندير لافاني صافي غادي نزيد لافاني نزيد هاد حليب الغبرة تا هو صافي وغادي نحرك هادشي غنزل هادشي كنحرك هادشي غادي نضيفلو شوية ديال الماء هاد الكمية اللي عندنا صافي وكنحرك مزيان حتى غادي ينسجموا العناصر ما يبقاش الحليب ديال الغبره مكور بهذا الشكل صافي. نستنى يغلي الحليب ديالي ونرجع باش نكملوا الطريقه ان شاء الله. كما قلت لكم الحليب غير دير فيه الغليه صافي كنضيف ليه هذا بسم الله مع التحراك هاد الدانون اللي خلط مع الحليب الغبره وبشويه ديال الماء باش نحركو نزل هاد الشيء كامل وغادي نكب هاد الماء ديالي صافي غادي نحركه مزيان نحركو مزيان مزيان صافي. من بعد غادي نبلع الكوكوط ديالي بالله مزيان اوبس سلقني سخون كندير الصفاره صافي كنسد مزيان وغادي نغطيها بواحد المالطه صافي ونخليها من 6 سوايع حتى 8 سوايع او كنخليوها تبات ليله كامله. ها هو الشكل ديال الطناب ديالنا كنحركوه مزيان كنديروه في القيعات وكنخليوه يبرد وبالصحة والراحة. هذا هو رايبي ودانب ديالنا نقدموهم باردين
للسحور او الفطور، وبالصحه والراحه ومبروك عواشركم يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتوا يا رب، والله يرفع علينا هذا البلاء يا ربي امين.